أعلنت قيادة العمليات المشاركة أو المشتركة العراقية أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، مشيرا إلى أن هذه القوات قطعت أكثر من نصف الصحاري ضمن عمليات إرادة النصر. وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول إن عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط ثلاث محافظات وهي صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى نقطة النهاية وهي الحدود مع سوريا، مؤكدا أن جميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش. أضاف أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت القوات الأمنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف بالإضافة إلى مواقع لوجستية للإرهابيين والسيطرة على المركبة المفخخة ووثائق هامة وأيضا قتل واعتقال إرهابيين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب. سيد فريق، أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. العملية إرادة النصر كيف هي جارية حتى الآن بهذه أو بأهدافها الآن أو حتى الآن؟ مرحبا بك وبمشاهديكم الكرام. عمليات إرادة النصر لا زالت مستمرة لتفتيش وتطهير الصحراء اللي تربط غرب محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل. العملية مستمرة، تم العثور على كثير من الأنفاق والمضافات اللي كان عادها تنظيم داعش سابقا في عام 2014 وبعد عام 2014، وكذلك القضاء على هناك وجدت عدد من العجلات المفخخة. وعملية إرادة النصر مستمرة حتى يتم تطهير هذه المنطقة إلى الوصول إلى الحدود السورية العراقية، بالإضافة إلى أنه هناك أيضا عمليات أخرى تجري في حمرين، وهناك عمليات قادمة في الأيام القريبة القادمة سيتم تطهير مناطق أخرى لكي يكون العراق خالي من هذا التنظيم نهائيا. يعني حسب المعلومات الواردة أنه هذه مناطق صحراوية يمكن أن تكون جيوب أخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المناطق الذي لم يكن يصل إليها الكثير من القوات حين تطهير أو حينما كانت عملية تطهير العراق أو داخل العراق. تقريبا سيادة الفريق، ما هي النسبة التي وجدت إذا كانت من أنفاق، إذا كانت من جيوب أخيرة، إذا كانت حتى من عناصر إرهابية على الأرض في هذه المناطق الصحراوية بالعراق؟ بالتأكيد يعني خلال معارك التحرير تم تطهير مراكز المدن وبعض المناطق الصحراء الصحراوية، لكنه هي صحراء شاسعة جدا. يعني إذا نحسبها مثلا على سبيل المثال يعني من صلاح الدين إلى الحدود السورية هي أكثر من 400 كيلو متر. إذا تغير مساحة فالمساحة كبيرة جدا، يعني منطقة واسعة جدا استغلها التنظيم في فترة من الفترات. عملية التفتيش لا زالت مستمرة، وتواجد بالنسبة للمجاميع الإرهابية ليس بالتواجد الكبير في هذه المناطق، لأنه كان يستخدم هذه المناطق لانطلاق عمليات على القرى أو على المحافظات القريبة، لكنه الآن قطعات الجيش وكل الأجهزة الأمنية العراقية هي مشتركة بهذا الواجب لكي يتم تطهيرها بالمنطقة بالكامل. شكرك، شكرا جزيلا من بغداد الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الفترة من استوديو الآن، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.